يا قوم لا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يا قوم لا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يا هود يا ابن شالخ، أما زلت على ضلالك؟ أما يكفيك أنك لا تشاركنا في بناء مساكننا ومصانعنا، وأنك لا ترى أننا سنخلد في هذه الديار؟ كفاك حماقة وسفها. يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ألم تروا كيف أهلك الله القرى من حولكم لما ظلموا؟ أنسيتم ما حدث بمن كذبوا نوحا؟ ما زلت تهذي وتقص علينا قصصا فاتت عليها عشرات السنين، فاترك ذلك الحديث واغرب عن وجوهنا، وكفاك عبثا وخرافة، ودعنا منشغلين بما يصلح دنيانا، واترك تلك الآخرة لنفسك، فلتأنس بها مع أهلك ومن يؤمنون بك. لكن قل لي، هل يؤمن بك أحد؟ وأين هذا الرب الذي أرسلك إلينا كما تقول؟ وأين معاجزك يا نبي؟ إنما العلم عند الله، وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. اسمع يا هود، قولنا واحد، أنت تريد أن تأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إن كنت مرسلا من عند الله حقا فأتنا بآية، أي آية، وسنجزل لك الأجر لما نصحتنا، وسنوقف رحلتنا الميمونة إلى جناننا التي سنسير إليها ونضمن فيها الخلود. أجر؟ أي أجر؟ أنا لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ اذهب فأتنا بآية، نؤمن لك ونجزل لك أجرك، وإلا فاغرب عن وجوهنا وكفاك هذيانا. اغرب عن وجوهنا وكف عن كذبك، ولتحمد الله أننا تركناك ومن آمنوا معك، فإن نفد صبرنا أذقناكم عذابا غليظا جراء كذبكم وتأويلكم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.